من الموصل معي الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة الفريق. إذا نتحدث عن 97% باتت استعادتها القوات العراقية، عندما نتحدث عن هكذا رقم يعني كيف يقاس عسكريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي ولجميع كادر القناة و مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. نعم، اليوم أكملنا آخر جزء من أو آخر حي من الأحياء المكلف بها قوات مكافحة الإرهاب، وهو حي النجار، وأصبحت الآن قطعاتنا على الحاوي اللي هو على ضفة نهر دجلة. داعش انسحب بكامل قواه، واللي انسحبوهم أقلة أو قليلة، لأنه القسم الأكبر من عندهم تم قتلهم إن شاء الله، انسحبوا إلى داخل المدينة القديمة. المدينة القديمة وحواليها فقط بقت من 6 إلى 7 أحياء من مجموع 74 حي. الآن هم محاصرين من جميع الاتجاهات، اللي قد يأثر على البطء عملياتنا هو أهلنا وسكاننا اللي موجودين. نعم. داخل طيب. ستة أو سبعة أحياء. طبعا دائما هذا ما تأخذونه بعين الاعتبار موضوع المدنيين ومحاولة قدر المستطاع الحفاظ على أرواحهم. 6 أو 7 أحياء تبقت، وقلت أنه غير من قتلوا من داعش فروا، عن أي عدد نتحدث بقي فيها محاصرا كما تقول سيادة الفريق في هذه الأحياء؟ العدد إن شاء الله قليل أختي، لأنه دائما هم من قل عددهم يتركون المناطق اللي يقاتلون بها، ومهما يكون العدد فنحن قادرون على القضاء عليهم في الزاوية التي وضعوا فيها أنفسهم، وضعوا أنفسهم في مكان لا يحسدون عليه. أمامهم احتمالين، إما القتل وإما الاستسلام، لا ثالث لهما إطلاقا. طيب، اقتراب ساعة الحسم، مع هذا الاقتراب تتوقعون شراسة أكبر بقتال داعش؟ نعم، ووصلوا الآن الحال أنه يخلون العوائل بالسرداب ويلحمون السرداب، يلحمون لحيم يعني ولدن، ويصعدون فوق السطوح يقاتلون. اليوم احنا تقريبا بحدود الأكثر من 56 شخص أخرجناهم يعني بهذه الطريقة، وجدناهم إما يلغمون يعني كامل البيوت يفخخوها ويزرعون عبوات بالابواب حتى العوائل ما تطلع، واما يلحمون السراديب. واليوم انقذنا اكثر من 56 شخص كانوا تحت هذه الحاله. شكرا لك، من الموصل فريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات جهاز مكافحه الارهاب.